موضوع المحاضرة هو النظام الدولي الحالي الذي يمر بأزمة أو أزمات عميقة جدا، وبفترة هي فترة تحول من نظام إلى آخر، ولا نعرف ما هو النظام الذي سنمر إليه. الأحداث الأخيرة الحرفية على غزة أو الحرفية أوكرانيا، وكذلك المطالب الدول الكبرى الصاعدة بنظام دولي جديد متعدد الأقطاب متساوي إلى آخره، دي كلها أشياء أو مصطلحات عامة وليس لأحد أي تصور واضح لما يمكن أن يكون عليه النظام الدولي المقبل. وموضوع في الواقع الذي هو رهان هذا التحول أو هذه الصراعات الآن بين الدول العظمى هو طبيعة الليبرالية للنظام كما وضع وتطور منذ 1945، ليس فقط منذ 1990 بعد الحرب الباردة، ولكن منذ 1945 الأسس التي يقوم عليها هذا النظام هي محل تساؤل وطعن وبسلوكيات وأيضا بخطابات. بالتالي فموضوع هذه المحاضرة هو التساؤل وطرح السيناريوهات الممكنة للنظام الدولي. بالنسبة لموضوع ندوات اليوم عنوانه النظام العالمي الليبرالي وتحديات ما بعد لحظة الأحادية القطبية الأمريكية، طبعا من سطر دكتور عبد الهاب العلمي أستاذ متمكن متخصص العلاقة الدولية والقانون الدولي العام، وطبعا سفير سابق للمملكة المغربية في الفاتيكان. إذن الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع، طبعا ما يعرفه العالم من صراعات ونزاعات دولية وإقليمية طبعا وعربية، دونك يعني بالنسبة لكلية العلوم القانونية الاجتماعية عين شق الدار البيضاء والاقتصادية عين شق الدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ومختبر الأبحاث والدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية وشعبة القانون العام، ارتأوا أن يفيدوا الجماعة العلمية بمعنى الأسد الباحثين الأسد المتخصصين طلبة الدكتوراه طلبة الماستر وغيرهم للإنصات إلى وجهة نظر علمية أكاديمية حول موضوع راهن وشائك ومعقد. طبعا ما يجري حاليا هو الموقف المضاد، طبعا وجهة نظر الإعلام، تحليلات إعلامية تحليلات صحفية، دونك يعني قيمة هذا العمل هو أنه سيقدم رؤية علمية أكاديمية جامعة لهذا الموضوع هذا العلمي الشائك والمعقد، والذي لا زال يعني طبعا علماء السياسة وعلماء المتخصصين في العلاقة الدولية والقانون الدولي حائرين حوله. هل نعيش الآن لازلنا نعيش أحادية قطبية؟ أننا نتجاوزنا ما يسمى بأحادية قطبية، ما يتأثيرات ما يعرفه العالم من صراعات ونزاعات في منطقة الشرق الأوسط في جنوب شرق آسيا وغيرها على العالم العربي، على القضية الفلسطينية، على المغرب، على قضية الصحراء المغربية وغيرها من الأمور. وبالتالي هذا هو الهدف من هذا اللقاء العلمي، ونتمنى أن نكون قد أحسننا الاختيار.